السلام عليكم الخوت والخواتات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير وبالف خير. الله يدخل علينا هذا العام الجديد بالصحه والسلامه والعافيه ان شاء الله لجميع الامه المسلمه ان شاء الله. الله يسقينا الغيث يا ربي يا ربي يا ربي. الوقت بغات الشتاء صراحه، الجو مريض، كلشي عيان، كلشي فيه لا غريب، كلشي مريض، سبحان الله العظيم. الجو مخربق ديال بصح، الله يرزقنا، اعطينا الشتاء يا ربي. لا بالاحرى اللي عطينا المطر، اللي عندنا المطر هو اللي خصنا نطلب المطر. يا ربي تسقينا غيثا يا ربي نافعا يا ربي يا ربي. وهاد الجمعه يا ربي، وجمعه مباركه عليكم وعلينا وعلى جميع الامه المسلمه. اليوم فيديو جديد، اليوم موضوع جديد. الموضوع بغيت نهضر فيه في راس العام، ولكن قلت خليه بلاتي اندوي. الموضوع اللي هو الناس كيحتفلوا براس السنه عادي، يعني بزاف ديال المغاربه، يعني خداو واحد المغاربه ولا العرب ولا اي من المسلمين كاملين بصفه عامه كيحتفلوا بهاد السنه هادي. تنقولوا ماشي مشكل، لان ماشي مشكل، هو ما خصناش نحتفلوا بها، ولكن كنقولوا الناس تيحتفلوا مع وليداتهم، كيجيبوا حلوه وكيجيبوا هادي. ولكن فاش كتشوف بنادم كيتخاطب على 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 على, على البيران وعلى لي كاباري وهادي، باش كيمشي يسهر فيهم وخلص الزباب ديال الفلوس باش يسهر هويا، باش يحتفل هو بديك راس السنه ويشرب ويسكر وهادي. تخيلوا معايا، كتشوف دراري مازال دي جون غادي كيتجراو هاكا سميتو البلاصه فين كاينين، فين كاينين لي كاباري وفين كاينين لي ديسكو وداكشي، باش يسهروا باش يحتفلوا حتى هما براس السنه. تخيلوا معايا سيدنا رمضان على الابواب، يعني كنوجدوا ليه الله يوصلنا لسيدنا رمضان بصحتنا وهادي، باش نقدروا نصوموا، باش نقدروا نديروا كلشي، باش نقدروا نصليو حتى حنايا الصلاه ديالنا وكلشي. بحال دابا في رمضان كتجي ليله القدر، حنا ما نهضروش على رمضان كامل، ولكن غير ليله القدر. ليله القدر كتجي هاد الناس هادو اللي كيمشيو يسهروا ويبقاو سهرانين حتى الصباح وسكرانين، وكاين الله يحفظ اللي داروا ديزاكسيدون خايبين ديالهم بصح. اللي شفت انا شي فيديوهات شي كسيدات خايبين ديال بصح ديال بصح، كاين اللي تقلبات به الطوموبيل مع الصباح، فهمتي؟ سنان مسكره، الله يعفو عليهم، الله يرد بهم ويرد جميع الامه المسلمه. الناس تيتخاطفوا، تخيلوا معايا هذاك اللي كيتخاطف وكيتجارى باش يسهر ويشد بلاصتو ويشد ريزيرفي بلا والو. تجي عنده في رمضان وتقول لي يلاه نديرو قيام الليل، ولا يلاه نمشيو نصليو صلاه ليله القدر حتى الصباح، يقول لك انا فيه نمشي عيان، ابس خسار، عرفتي صافي غدا غدا وما نقدرش نمشي. وخا صافي غدا غدا بيت سكان ما عندوش المشكل، ولكن في الصلاة ديالو وفي قيام الليل ديالو وداكشي اللي غيقربو من الله عز وجل كيبعد عليه. يعني كثروا فينا هاد الشيء هذا، لانه ملي كنبعدو على الله بزاف بزاف بزاف، الوقيت اللي حنا خصنا نقربو الله عز وجل، حنا كنشوفو بان هاد السنوات العجاب اللي جاونا ما كاين لا الشتا لا والو، تنزيدو نبعدو حنا على طريق الله. يعني خصنا نصليو وخصنا نزكيو وخصنا نصدقو. كتلقى بنادم كيمشي كيدخل البلاصة كيخسر فيها الزبالة ديال الفلوس، كاين واحد كيماطي ليه جيبلي صدقة في سبيل الله ما تيعطيش، يقولي الله يسهل، هو راه حق 7000 درهم ولا 8000 درهم ولا 10000 درهم، ولا الله أعلم به شحال حق خاسر. وفاش كيماطي واحد الإنسان مسكين محتاج باغي ياكل، كيقولي ما عنديش، الله يسهل. لا بالعكس، خصنا حنا نعطيو، واخا ما يكونش عندنا خير نعطيو، عندنا نعطيو وما عندناش نعطيو، يعني نتعاونوا مع بعضياتنا، نديرو نزكيو نصدقو كلشي. يعني الانسان يبعد على المعصيات، يعني نحاول نبعدو على المعصيات، يعني الله يعفو على اي واحد، الناس اللي كيشربوا ولا اللي كيديروا شي بلية الله يعفو عليهم. يعني الانسان ما كتبقى ماشي لخاطرو، كاين اللي كيشرب كيدير على تيقول لك عندي مشاكل، واخا هو داك الشيء اللي كيدير فيه ما غيحققش ليه المشاكل، لان ما يمكنش انت تمشي دير واحد الموبقه واحد المعصيه مع الله عز وجل، وبغيتي ربي غادي يحيد لك داك الشيء. لا بالعكس، انت خصك تقرب لله وخصك تصلي وخصك تدعي الله في السجود ديالك وفي الركوع ديالك باش ربي يستجيب لك، وربي ما حدك انت كتقرب ليه، لان الله عز وجل شي قلنا ودعوني استجيب لكم. يعني دعوني، يعني دعوني، ماشي غير راني دعيت الله وما استجبش ليا، لا دعوني استجب لكم. قد دعي في واحد الشيء في خمسة الصلوات ديالك من دعي لله وربي غيستجب لك،
خذها يقينا هذه بان الله عز وجل غيستجب لك غيستجب لك يوم غدا يوم غدا يوم غدا واحد النهار حتى ربي غيجيب لك رزقك حتى بين يديك. الموضوع ديالنا كما قلت لكم هو هذا ديال الناس اللي كيتخاطفوا باش غيمشيو، ما انا ما نهضرش على الناس اللي كيمشيو يجيبوا الحلوى وداكشي كيحتفلوا في الدار. هادو يعني شنو نقولوا خداوها واحد مشات في الدم مع المغاربه، بليبار ديال المغاربه اللي كيحتفلوا بها مشات معاهم مع الدم، يعني ما غاديش تقدر تقول لهم لا حرام ولا هكا، لان حنا ما غاديش نكونوا تنحرموا تنحللوا شي حاجه اللي حنا بعاد عليها. يعني حنا ماشي ما نقولوش حنا ماشي علماء اللي غادي علماء في الفقه ولا شي حاجه اللي غادي نحلوا نحرموا. حنا ما تنهضروش على هذا الموضوع، تنهضروش على الناس اللي كيتقدوا الحلوى لوليداتهم ويجي يفرحوا معاهم في الدار ويشطوا لها، تنهضروا على الناس اللي كيمشيو خصهم الباب ديال الفلوس في لي كاباري في لي ديسكو بزاف في ديران وداكشي باش يسهر باش يفرح هو ديك السهرة وشارب وخاسر الزباب ديال الفلوس اللي ديك الزباب ديال الفلوس. كاين الناس اللي محتاجين ليهم، كاين الناس اللي مساكن في الجبال دابا باقيين تيموتو بالبرد. يعني كنشوفو حنايا هنايا في المدن دابا كاملين تقريبا كيكون واحد البرد الصباح بكري وفي الليل تيكون الكز ديالو الصح، يعني وفي الديور وفي الحيوطة وما بين أربعة الحيوطة وفيك البرد. ما حاس الناس اللي عايشين في الجبال، الناس اللي دابا باقيين تيتغطاو باكين في الكياطن، الناس اللي وقع عليهم المشكل ديال الزلزال وباقي مساكن في الكياطن كي غيحسوا بالبرد هذيك الموت ديال البرد. يعني كاين الناس بلاصة لان ما غادي يمشي يخسر الزباب ديال الفلوس في الخاويات يمشي يخسرهم على هاد الناس باش ربي يزيد يعطيه يزيد يزيدو في الرزق ديالو. وحنا نقولوا راه شغلو هذاك، ولكن لا، ما حرام 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 عند الله عز وجل، حرام بزاف الانسان كيخسر فلوسو في الموبقات وفي الشهوات وفي التخربيق، لا حول ولا قوة الا بالله. هذا هو الموضوع ديالي اللي بغيت نهضر فيه، لان كدرك خاطرك وسيرتو بعض المرات كتلقى وحدين اللي مسكين ما نقولش مسكين وما عندوش وغادي كيتصاب، وبحال ماشي قصيرين 18 عام 17 عام غادي كيتجاراو تصابقوا في الطوبيسه اللي تصابقوا في الطاكسيات مع الناس. تخيلوا ديك النهار اللي بغيت نمشي انا للخدمه وها طوبيس بوك عامر، اش داك اخويا غادي ما فهمتش انا علاش غادي نجي لهاد لاكوط هذا باش اش غادير في لاكوط صافي غادي يديروا دوك لي جور دافتيفيس صافي راه عيطت كنمش حدا بمي مشكو حدا باك اللي كانوا تلقى امك مسكينه مشوشه ومخلوعه ومره تطل من الشرجه مره تخرج حدا الباب. وراعي لوالديكم راعي لوالديكم شويه الله يجازيكم بخير. واش ما صاحبي ما فهمتش انا هاد الناس وبنادم كاين ما عندوش وما عندوش يلاه مدبر على واحد 500 درهم ولا 300 درهم ولا 200 درهم الله اعلم وغادي كيتجارى حتى هو يتسابق مع عباد الله. وانت سير تكمش خلي ديك 200 درهم مسخنه ليك جيبك خليها جيب كوكتي راجل غتمشي تجيب بها غير السكر واتاي لاركم ما غاديش تخسرها في الزبل والخو الخاوي. كما قال لي واحد السيد واحد البيضاوي حتى هويا كيبيع تاع سكروطات خديت من عنده واحد الساندويتش ونقول لي قال لي قالوا لنا حبسوا مع العشره، قال لي في الجيران قال لهم حبسوا مع التسعود. قلت لي علاش؟ قال لي راه حنت راس العام وداك الشيء قال لك حبسوا، قال لي خايفين من الفوضى وبنادم سكران. قلت لي واه بنادم قلت لي شاري ماحية وفاضح الدرب ومحيح على درب. قلت لي بنادم اللي خاسر زباب الفلوس كتلقاه طونوبيلته مشى ينعس. قلت لي شوف الفرق ما بين هادو وبين هادو، واش تاهي الله مقدر على واحد جدريان غادي خاسرها في الشراب ومحيح وبيت في الكوميسارية 48 ساعة مالك اخو على حالتك؟ مالك تق الله صاحبي، هذاك راه ديالهم هما ماشي ديالنا حنايا باش نحتفلوا به. وسبحان الله العظيم فاش كيجي السنه الهجريه ما تيتمسك لا حتى شي واحد وما تيتصوب لا حتى شي واحد، تدوز هكا بسيطه ما فقر حد ما تيقول لك لا سنه سعيده هجريه لهم الاحزان. مشات مع الناس القدام هذيك السنه الهجريه، مشات مع الناس القدام، مشات مع البركه كما كنقولوا، مشات مع البركه. كنت كتلقى الناس دايرين الرفيسه دايرين كسكسو، الاغلبيه كانوا الناس كيديروا الرفيسه وكيديروا فروج بلدي وهادي وفرحوا بديك السنه الهجريه. دابا ما بقاتش القاردات ما بقاتش كتسمعها، القاردات قليل واحد الاقليه اللي غيلقاو الناس المحافظين اللي باقيين تيحتفلوا بها. وانا اللي تنقول الله يهدي مخلق والله يهدينا كاملين والله يهدي جميع الامه الاسلاميه، الله يهديهم الله يهديهم الله يهديهم. هادشي ما كان، وهذا هو الفيديو ديالي اخوتي، وسمحوا لي على هذا الموضوع هذا لانني
هضرني في خاطري بزاف، لان كتشوف شباب غادي يضيع في الهاويه. لا حول ولا قوه الا بالله. انا نشوفه غير من هذا الشيء اللي ما تتصبش ربي، غاضب علينا، غاضب علينا الله عز وجل، غاضب علينا بزاف بزاف بزاف. انا خصنا نرجعوا لطريق الله، نحاولوا نرجعوا لطريق الله كما قالها هذاك الشيخ ياسين العماري في واحد الفيديو عند صواب، عند ذاك الاخ صواب. قال ليه في الانستغرام، قال ليه واحد كيصيفط ليا كيبارطاجي شي لعيبه ديال الكره، قال لي كان بلوكي. قال لي علاش بغيتو انا كاع هاد السيد هذا غير بارطاجي لي انا، اللي طلع عندي انا داك الشيء. قال لي هو بغى شي، الله يعاونو الله يسهل عليا، اما انا نحبس معاه هنا غير بارطاجي لي انا وبارطاجي ليه. كان شي حاجه قالك في الدين بهادي داك الله انا معاه، كانش الله يعاون الله يعاون، وعندو الحق في هاد القضيه هادي. حيت كثروا شنو نقولوا، لا ماشي انا ماشي كثروا سميتو اللي كينسيو في طريق الله، كثروا بزاف 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 بزاف. والله يهدينا والله يهدي مخنا، وشكرا لكم، ما تنساوش من بارطاج ومن لايكات ومن